حبايبي الغاليين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. جولة جديدة النهاردة للوكالة يوم الجمعة. تابعوا معايا الفيديو النهاردة، هنلف كتير في الوكالة وهنشوف حاجات كتير النهاردة. تابعوا معايا الفيديو وما تنسوش اللايك واشتركوا في القناة عشان يوصل لكم من بيت العيلة الكبير مع عبير كل جديد ان شاء الله. هنا دخلنا المحل بتاع ما تقولش لحد، لان بيبقى عامل ضجة جامدة في الوكالة، لدرجة ان انا بشوف ناس بتبقى مستنية لحد ما بيفتح، يعني لحد الساعة 10 بيكون لسه ما فتحش وبيكون قافل. الناس بقى بتبقى مستنياه طوابير، يعني قدام المحل عنده بيبقى امم بجد. فطبعا ناخد الجولة النهاردة وهندخل كمان في المحل وهنشوف ايه الدنيا، ايه الاخبار، يا ترى عنده ايه. طبعا هو لسه كده عنده حاجات التصفيات بتاعة الصيفي، وكمان هيبدأ بقى يعني لسه بالنسبة لللبس الشتوي. بس انا عايزة اوريكم الحاجات اللي موجودة بالنسبة للفساتين السواريه، بجد عنده تشكيلة حلوة جدا وب75 جنيه. اي فستان من الاستندات اللي موجودة دي، والناس كانت زحمة عليه جدا، وكان الحلو كمان ان بيبقى عنده مكان للقياس، يعني اللي عايز يقيس بيدخل يشوف كده المقاس في البروفة. عنده كمية فساتين سواريه كبيرة يعني كتير جدا، وكلها بامانة تشكيلات كلها تحفة. اللبس الصيفي عنده كله لحد دلوقتي ب35 جنيه. اي حاجة موجودة، بلوزات بتبقى في قمة الجمال والشياكة، وكمان حاجات ماركات وبراندات كله ب35 جنيه. هو عامل سعر موحد 35 جنيه. طبعا البناطيل اللي بره اللي احنا شفناها في الاول كانت ب35 جنيه، كان في منها البناطيل الواسعة بقى والبناطيل الجنس الضيقة، وفي كل الموديلات والاذواق موجودة. الاستندات دي البلوزات دي انا بطلع لكم كده بطريقة عشوائية عشان نعرف ايه الحاجات اللي موجودة عندهم، واي حاجة ب35 جنيه. يعني اي بلوزة، في كمان درسات، في شميز، في حاجات كتير موجودة، وفي كمان لبس بالهبل موجود عنده. الاستندات مليانة والمحل اصلا زحمة، يعني ما شاء الله مكانهم معروف والمكان الناس عارفاه. يعني هو ده بعد سور شركة الكهرباء على طول بيقابلنا محل ما تقولش لحد على اليمين. وطبعا الحاجات الموجودة شايفين دي البلوزة الكاروهات، اللي بيحب بقى الحاجات الكاروهات البلوزة الخضرة دي تجنن بجد، شكلها تحفة جدا وحلوة وشكلها شيك وقماشتها تحفة قوي. اللي لونها فوشيا دي بقى اللي حلوه برضو، بلوزه بس بالياقه كده وشكلها جميل برضو. البلوزه الحمراء دي برضو من البلوزات الحلوه الجميله، شيك ولونها حلو، ودي برضو كذا لون مع بعض. دي برضو نوع تاني من البلوزات كاروهات قماشتها قطن، برضو قماشتها حلو. الالوان عندهم كتير والبلوزات والاستندات مليانه. البلوزه الزرقاء دي او الزهري حلوه جدا برضو. البني دي على فكرة في حاجات بالتيكت هوريها لكم دلوقتي، الحاجات جديدة وحاجات تجنن بجد وحلوة قوي. ده عامل زي كده بلوزة برضو شكلها تحفة بجد، مستردة، مدينا زي على الصدر كده كوليه من الفصوص اللي هي مديانة لون فضي، فمدية للبلوزة برضو شكله في قمة الشياكة والجمال. البلوزة دي حلوة جدا ستان، وكمان اللي محليها ان فيها الياقة بتاعتها زي رباط طويل تتربط زي فيونكة كمان. ديت من شي ان، بلوزة شكلها حلوة برضو، لونها بينك كده وقماشتها جميلة جدا والستايل بتاعها حلو قوي. دي بقى من البلوزات اللي هي مخططة للي بيحب الحاجات المخططة، وديت كتان لونها مش ابيض، هو ممكن يكون اوف وايت شوية، وكمان من براند او ماركة زارا. فمعظم الحاجات اللي موجودة كلها ماركات، فبجد عندهم فعلا حاجات حلوة جدا وتستحق. الفساتين القمر دي كلها كان عامل تخفيضات وبيقول ب75 جنيه، يعني اي فستان كان عامل له سعر 75 جنيه بس. الفستان الاسود ده بالتيكت بتاعه جديد و75 جنيه. كان في ستاند تاني كان عمال يقول ب150 جنيه،
بس عامه في الاستندات دي يا جماعه كانت مليانه على الاخر، وانا بصراحه من الاستندات لما بتكون مليانه يعني ده في براح شويه، فبتقدري تحركي وتظهري كده الحاجه. انما بصوا الفساتين والاستند عالي جدا، خاصة اللبس السواريه بتبقى الاستندات عالية قوي، وهم قصدين كده عشان خاطر لو طويل لو هو قصير الاستند هيلمس الارض الفستان وهيتبهدل جدا، فمعظمهم معلينها كده لفوق عشان خاطر ما تبقاش تلمس الارض، وبيبقى ساعات رابطينه كده الفستان من تحت برضو بسبب كده. جينا عند حد تاني من الناس اللي بتبقى فرشة الفروشات دي على الأرض، الصبغة الكبيرة بتمانين جنيه كل الألوان، والصبغة العلبة الصغيرة باربعين جنيه. المانيكير دوت الإزازة بعشرة جنيه في كل الألوان طبعا، وكلها ماركات وحاجات معروفة حلوة قوي طبعا في كل الألوان. أي واحدة بعشرة جنيه الصبغة يا جماعة، من الصبغات المعروفة حلوة وكل الألوان، والكبيرة الكبيرة يا جماعة ب80 والصغيرة ب40 جنيه. كان عندهم برضو سيجنال تو معجون برضو هنشوف سعره دلوقتي، وعندهم بادز بلاش وعندهم حاجات كتير موجودة. طبعا هم عاملين جزء للمحل يعني هو ده اللي فرشينه برا على الشارع، ليهم محل برضو بتطلعي له في الدور الثاني قدام الفرشه دي بالظبط. البادز بلاش اهو، الحاجات بقى اللي موجوده عندهم في المحل تبقى كلها حاجات ماركات وبرندات. بس عامه بصوا يا جماعه انا اقول لكم الامانه في حاجات كتير معليين في سعرها قوي، يعني اوفر شويه عن بقيه الناس. السيجنال 2 ده اللي هو الكبير ب 20 جنيه، على الرغم انه انت لو يعني بره انا شايفاه عند بياعين تاني ارخص بكتير بصراحه. الحاجات اللي هي في الصناديق ديت ب30 جنيه، انا جيت مسكت الجونسون دي لقيتها فاضيه، فبقول لهم ايه ده يمكن نصها، فلقيتها ب30 جنيه. هيبصوا بهزها كده لان انا استغربت اصلا لقيتها ناقصه، والبرفان برضو وكل حاجه موجوده في البوكسات دي كانت 30 جنيه. طبعا هنا معذره انا مش عارفه التصوير هنا جالي ليه كده، انا حاسه ان انا مقلوبه او الكاميرا اتقلبت مني، فمش عارفه ايه اللي حصل هنا بالظبط، فمعذره لان انا حاسه ان التصوير هنا جاي مقلوب. حاولوا امسكوا يعني لما تلاقوا التصوير كده امسكوا الموبايل بالعرض بقى هيجي لكم التصوير واضح شويه. اتمشينا لقدام شويه هنا ناحيه الكوبري بالظبط قدام ده بقى اللي بيبيع الكوتشيات كلها عنده براندات كلها ماركات، بس حاطط حاجات شويه من بره غير اللي جوه المحل، لان جوه المحل عنده حاجات سعرها مولعه اصلا. فهي دي طبيعه الاسعار بتاعه الاديداس يعني معظم الحاجات اللي هي البراندات من الكوتشيات الاصليه. طبعا هنا 150 جنيه كان عامل سعر موحد اي كوتش ب 150 جنيه، بس عامه الحاجات دي سعرها بيبقى اصلا اعلى من كده وسعرها عالي شويه، لان هي بصوا اديداس اصلي كل واحده بيبقى عليها في حاجات اصلا مكتوب عليها التيكت بتاعتها. الحاجات دي كلها يا جماعه جديده مش باله ولا اي حاجه، الحاجات دي كلها جديده بس بتبقى بواقي، فبيبقوا منزلين في السعر بتاعها. الجزم دي اللي انا مسكتها اللي هي ملونه ازرق على اورنج ده حاجات رياضيه كلها جزم رياضية، وبتبقى جزم طبية، فسعرها هنا موحد 150 جنيه سواء اللي هو الأطفالي اللي هو الصغير ده، والتاني اللي هي الكوتشات الكبيرة بقى مقاسات كبيرة اهي برضو على 150 جنيه. بس حلوة قوي الجزم اللي دي لونها جميل، دي بناتي طبعا اكتر اهي. بصوا انا عايز اظهر لكم الخامة بتاعتها او البراند بتاعها نوعه ايه، طبعا كلها بتبقى الختم بتاع الماركة مكتوب عليها، وجوه في الجزمة ومن بره برضو بتبقى بره الكوتش. الشبشب ده طبعا شبشب طبي اصلي وب 150 جنيه، اي حاجة من الحاجات دي ب 150 جنيه. الجزمة الكوتش الصغيرة دي برضو من 150 مقاسها صغير، والكوتشيات اللي هو البني مع الاسود اولادي او شبابي، بس يعني ايه ماركه برضو للي بيحب الحاجات الماركات. هنا بقى ب 450 جنيه، بصراحه هي سعرها اوفر شويه. هنا ب 450 جنيه الجزمه، بس دي المقاسات الكبيره قوي بقى
كلها براندات، كلها ماركات جوه المحل. اصلا الحاجه دي اعلى من كده بكتير يا جماعه. الجزمه بتوصل 2000 و3000 جنيه من الكوتشيات اللي هي الماركه. فديت بتبقى بواقي تصفيات او الحاجات اللي هي بيبقى عاملين لهم اسمها حاجات تخفيضات كده بواقي، فعامل لها سعر 450. طبعا انا بركز لكم كمان على السعر عشان تشوفوا شكلها وسعرها. اي جزمه 450 جنيه الكوتشيات دي كلها. كان فيها طبعا حاجات شكلها حلو وحاجات شيك وحاجات جميله، اولادي بقى بناتي. بس عامة الناس هنا بصراحة اللي انا لاحظتهم ان الناس استغلت السعر جامد. يعني دي معقولة، شكلها حلو ولونها معقول، بس بأمانة يعني 450 عالية شوية. يعني انت لو بصيتي لو بتدوري على الحاجة البراند صح هيبصوا الختم والماركة مكتوبة. فهي دي تعتبر بالنسبة لو انت هتجيبيها من جوه بقى المحل اغلى من كده بكتير طبعا. جيت عندي بتاع الاكسسوارات اللي موجود تحت الكوبري بالظبط، واحنا جايين من عند شركة الكهرباء هيقابلنا على الشمال. ده مكانه مش بيغيره خالص، اسمه شريف او اشرف حاجة زي كده يعني، لان نسيت الاسم اسمه. فالمهم يعني لان هما كل مرة بيتغيروا. الاساور دي اي واحدة ب40 جنيه، هو بيقول لي دهب صيني ولونها مش بيغير، ولو غيرت علي انا يعني هو مسؤول عنها. فانا ما اعرفش بقى هي ترى فعلا اصليه، مع انا ما جربتهاش يعني، انا ما جربتش الحاجات بتاعته. فانا عايزه اوريكم كده الحاجات اللي موجوده عنده. الاساور حلوه، خامتها كلها كويسه. الحلقان الصغيره اللي فوق دي اي حلق ب20 جنيه. الحلقان الاطفالي او اللي بيحب بقى الحلقان اللي بتكون بقى حاجات خفيفه سيمبل كده صغيره، دي السلاسل اللي هي دي بقى عنده تشكيلات كتير بقى من السلاسل. برضو السلاسل كانت على 40 جنيه برضو. فتشكيلة بقى الحاجات اللي موجودة عنده بقى، اللي بيحب الاكسسوارات وبيحب الحاجات الصيني موجود عندهم كميات كتيرة، وموجود كمان التشكيلات والالوان. الدبلة كانت على 35 جنيه، تشكيلاتها والوانها كتير. انا بحاول ان انا اوريكم او اقرب لكم الكاميرا بحيث ان انتوا تشوفوا التشكيله. طبعا الحاجات دي عشان رفيعه خالص فلازم نمسك كل حاجه بقى على حده، فمش هتبان الا لما بتمسكيها بنفسك. يعني بصوا ديت كلها مجموعه خواتم تحفه بجد. الحاجات اللي هي عامله زي الالماس دي، الاساور برضو كانت على 40 جنيه بس شكلها تحفه. كان في اللي هو الفضي والذهبي كلها على 40 جنيه. على فكره بيفصلوا معايا يعني، يعني بينزلوا كمان في السعر شويه عن كده. شايفين دي جمالها حلو قوي، اللي هم كذا زي حلقان كده راكبه مع بعضها. وديت برضو الاسوره دي اللي هي فيها الفص بتاع العين الزرقاء، شكله برضو شيك وحلو قوي. كل دي اساور، وفي حاجات اللي هي بتتلبس بالنسبه كده زي خلخال كده او اسوره بالنسبه سواء للايدين او للرجلين. برضو عنده تشكيله غوايش حلوه. دي بقى اسوره بالخاتم بتاعها، طقم على بعضه لونه فضي ب 75 جنيه. فعنده تشكيلات كتير بقى للي بيحب الحاجات دي واللي بيحب يشتريها. نسيب ده ونطلع على ده. محمود عنده بقى حاجات تحفة بجد يا جماعة، عنده شوية حاجات بورسلين ومجات تجنن، وعامل تخفيضات كمان. يعني المجة ب35 النهاردة منزل سعره ل25 جنيه حراري بيدخل الفرن. كل حاجة موجودة عنده عامل لها تخفيضات. شايفين المج وجماله، كله فرز اول، كله حبايبي فرز اول. المج تحفة بجد، حاجته بجد تحفه. في المج المربع، المج المدور، كل التشكيله عنده. وعامل لها الخصم وقال لي عشان خاطر القناه انا هنزل سعرها وهخليها ب 25 جنيه اي مج طبعا. وعنده هنا دوت اسمه ايه المجات، وكمان الطواجن اللي ب 25 ده كله حراري اصلي وفرز اول كله. الصينيه اللي احنا مسكناها الاولانيه كانت ب 50 جنيه. الصواني الصغيره الثانيه ده كله فتح محمود، بصوا ده
كله خامات أصلية فتحي محمود، من أنظف الحاجات للبورسلين الحراري. ده برضو عبارة عن طاجن وفي منه ألوان وكلها حاجات، بيقول لي ان هي كلها فرزة اول ما فيهاش ولا غلطة ولا اي حاجة خالص، سواء طواجن الاطباق دي بجد شكلها تحفة وهايلة جدا. الاطباق دي بعمل عليها عرض، بدل ما هي 32 جنيه ونص عاملهم ب 27 جنيه ونص. الطبق برضو ده من نوع ماء فتح محمود، معظمها الحاجات اللي موجودة كلها خامات اصلية وماركات. شايفين القمر ده حلو حلو، 22 جنيه يا جماعة، ب 22 جنيه الملون اللي احنا قلنا عليه في الاول، وده على 25 جنيه الطبق. طبعا سعرهم بيبقى اغلى من كده بكتير، ده ب 20 جنيه، السرفيس ده ب 20 جنيه، سعر ب 25 جنيه، ب 25 جنيه السرفيس ده. عنده تشكيلة حلوة وكل الحاجات اللي موجودة عنده بجد هايلة وتحفة قوي. ده اللي هو بتاع اطباق الباربيكيو برضو على 25 جنيه، عنده تشكيلة كتير، وزي ما انتم شايفين المجات هايلة جدا. مج من ده بتجيبيه من بره اغلى من كده بكتير. طاجن اللازانيا ده الكبير اللي هو المستطيل ب 90 جنيه، الكبير خالص المربع ب 150 جنيه. دي اطباق من افخم انواع الملامين، الصغير ده ب 20 الغويط، والكبير منه ب 25 جنيه. دي طبعا حاجات اطباق الكشري برده ملامين، ده الطاجن الكبير اللي هو برده بتاع الكشري ده ب 25 جنيه، والطاجن الصغير بتاع الكشري برده ب 15 جنيه. في حاجات تانية اللي هي الطواجن والحاجات الباقية كلها عنده، كلها منزل في سعرها وعامل لها تخفيضات جامدة جدا. حاجات بقى اللي هي عند الست ده ب 30 جنيه، عندها مجموعة تشكيلات من المستحضرات التجميل بقى، والشامبو والبلسم وبديل الزيت والبادز بلاش، حاجتها على فكرة رخيصة جدا وسعرها معقول. دي أي حاجة في الصندوق دي ب 40 جنيه بقى، وفي حاجات ماركات أصلا ب 40 جنيه أي حاجة موجودة عندها من الحاجات دي. شايفين البنتين بديل الزيت كانت بتقول ب 25 جنيه، في شامبو برضو سبارك اللوكس تريزيمي، كل الحاجات اللي موجوده ب 25 جنيه اي شامبو، وكمان الجونسون ب 25 جنيه، الفانيسيا ديت اللي هي كريم للشعر، وفي الجل برضو على 25 جنيه. اي حاجه من الجونسون دي على 25 جنيه، بصراحه سعرها يا بلاش، سعرها حلو جدا ورخيصه 25 جنيه. في بقى الجونسون ده طبعا في منه الوان وفي منه اشكال كتير، في منه مقاسات برضو اللي هو الاحجام، ده معظمهم اللي هو الحجم ده. الحاجات دي بقى الحاجات اللي هي المزيل للعرق فا ونيفا، وكمان في كان نوع تاني، اي واحدة او اي ازازة منهم ب 10 جنيه جد يا بلاش، حلوين جدا وسعرها رخيص ومعقولة. دي برضو نوع تاني من الشامبوهات تريزيمي بقى، وكان في بنتين وكان في لوكس وفي بديل الزيت، تشكيلة كتيرة يعني. اي علبة من الحاجات دي او اي ازازة على 25 جنيه. البادز بلاش كان عندها كتير جدا، و المقشر، وكمان الشاور لوكس، برضو البنتين الجونسون. هنا رجعنا لكم تاني عشان نوريكم اللي موجود عندها، بجد عندها تشكيلة جامدة من المستحضرات التجميل كلها. عندها كمان اللوكس بتاع اللي هو الدوني معطر الملابس برضو موجود عندها، وب 25 جنيه أكبر إزازة. المانيكير ده برضو اي واحدة بعشرة جنيه، كان في منها بقى تشكيلات كتير وكلها حاجات ماركات وحلوة جدا بعشرة جنيه اي حاجة. هنا بقى في صوابع بقى الروج بقى الفانديشن روجاجو ليميت الكحل، الحاجات دي كلها، المسكرة برضو كان سعرها يعني على عشرة جنيه بس. برضو دي حاجات تانية برضو تاخدوا فكرة كده وتشوفوا اللي موجود. كريمات بقى للوش، حاجات تقشير، شامبو تفتيح بتاع ده، كريم تفتيح، كريمات ترطيبية بقى،
للبشره. طبعا انت الحاجه اللي زي دي بتمسكيها وتبصي في تاريخ الصلاحيه، عجبتك بتاخديها، ما عجبتكيش بتسيبيها، وتتاكدي ان العلبه مقفوله كويس ومتحكمه في القفل، يعني مقفوله مظبوط. والعلب برضو كان فيه حمامات كريم، دي برضو نوع من انواع يعني الصندوق ده او البوكس ده فيه كوكتيل بقى من كل حاجه تتخيليها موجوده جوه الصندوق دي. وكان في حاجات ممكن تقول لك لا كل حاجه هتمسكيها ليها سعرها، يعني مش سعر موحد زي بقيه الحاجات التانية. انا عجبتني بصراحه المرايه دي، شكلها حلو. انا يعني انا صممت قلت لا انا هقف كده وعايزه افتحها اشوفها بتتفتح ازاي. فبصوا شكلها حلو بجد، شكلها لذيذ كده وحلو قوي، وشكلها بجد تحفه. وب 15 جنيه، 15 جنيه المرايه دي حلوه قوي، لو انت حطاها بقى في شنطتك طلعتيها كده شكلها بجد حلوه يعني. فقلت برضو اعرفكم اوريكم شكلها، انا كنت مصممه ان انا عايزه اعرف بتتفتح ازاي. هنا بقى في ديتول، في حاجات كتير يعني. بصوا البسكوتات دي بتبقى مليانه، ده كريم للبشره دوف، ده برضو كريم ترطيب، ده حاجات للاطفال سان بلوك بتاع الاطفال، ده جونسون برضو للاستحمام، دي كريمات تفتيحيه برضو للبشره. يعني بصوا كل حاجه تتوقعها موجود هنا. كان البوكس ده كانت اي حاجه على 35 جنيه، كان في برضو اللي هي المخماريه اللي لونها ذهبي، دلوقتي هوريها لكم شكلها ايه يعني. وكان في كلير اللي هو شامبو بتاع الشعر، ده برضو علبه كريم. يعني بصوا كل حاجه موجوده في البوكس دوت على 35 جنيه، اي حاجه على 35 جنيه. الصندوق اللي جنبيها كان فيه بقى حاجات فاونديشن، حاجات مسكره، علبه مكياجات اللي هي الالوان، كل حاجه بقى موجوده هنا. بنتي بتقعدي كده وبتفضلي بقى تقلبي. دي المخمريه برضو كانت على، لا المخمريه دي ب 25 جنيه، لان مش كل حاجه موجوده في البوكس ده او الصندوق ده سعر موحد، لا هي كل حاجه ليها سعرها. عايزاكم بقى تشوفوا بقى المفاجاه اللي جايه، لان حاجه بقى من العيار التقيل، هتشوفوا بقى اجمل شنط وب20 جنيه بس. الست دي بقى الكم اللي انتوا تتوقعوه ده من اول ما تبص كده للوهله الاولى ممكن تقولي ايه ده، ده حاجات كراكيب وحاجات قرف ومش عارفه ايه. تصدقوا ان الست دي عندها شويه شنط، واحده بقى ما شاء الله عبت شوالين، شوالين مليانين شنط من اللي عند الست دي، والواحده بكام بقى؟ ب20 جنيه. والله كان عندها شويه شنط قمر قمر قمر، الشنطة يا جماعة ب20 جنيه، تجنن تحفة جدا. يعني 5 شنط ب100 جنيه، يعني ال5 شنط بتمن واحدة بس. البوك بقى شنطة حاجات حلوة يعني، فعلا الكوم ده تقلبي فيه. الست دي بجد عندها شوية الشنط دي تحفة بجد يا جماعة، ب20 جنيه الشنطة. شايفين اللي انا ماسكاها دي؟ طب والله حلوة، للي هما بقى بيحبوا الشنط الجميله الرقيقه كده اللي شكلها شيك جدا. بصوا القمر، الشنطه دي هايله جدا، ما فيهاش اي حاجه والله العظيم، وب20 جنيه والله فعلا يا بلاش. شايفين هي بقى عماله تعبي للناس، دي اكيد كانت في شنطه من الشنط اللي هي الشفافه دي. بصوا القمر دي، طب قولوا لي دي فيها ايه؟ بصوا ب20 جنيه جديده جديده ما فيهاش غلطه. انا حاولت افتش كده في الشنطه واعرف ايه الغلطه اللي فيها، ما فيهاش حاجه. بصوا جديده، السوست جوه سليمه، وانا عماله اقلب وادور، فعلا تجنن ب20 جنيه والله العظيم يا جماعه ب20 جنيه. شفتوا اي شنطه ب20 جنيه وجلد طبيعي. يعني الشنطه دي لو انت هتدخلي المحل كده زي القمر وهتسالي عليها هتلاقيها ب 350 اقل حاجه، اللي هي الجلد الطبيعي. بصوا القمر بقى الشنطه قمه الشياكه اللي فيها فيونكه دي، حلوه جدا بجد، كل حاجه موجوده عندها، كل شنطه قيمه حلوه وب20. والله انا راح اقول سعري يعني سبحان الله. انا حاولت بقى افرجكم كده على اكبر عدد ممكن من الشنط اللي موجوده عندها. بصوا الشنطه القمر دي بقى للي بيحب الحاجات الخيش، دي زي خيش كده بس خامتها بتجنن. بصوا القمر دي بقى التايجر، تايجر وحلوه جدا جدا، تتلبس بقى كروس، تتلبس في الايد عادي، الشنطه هايله. شايفين قمر، قمر بجد الناس. بصوا بصوا انا بمجرد ما كنت امسك الشنطه كده الاقي الناس نهشتها من المقلمه دي
القمر وبعشرين جنيه طبعا في المحلات، وانا صورت لكم قبل كده من المقالم اللي هي بتبقى غالية دي، دي ضمن المقالم اللي بتبقى غالية بقى، ام 300 وام 250 و150، فسعرها حلو. بصوا بقى الشنطة القمر دي والله تجنن، السوست سليمة، السوست ما فيهاش أي حاجة، الإيد تحفة، كل حاجة موجودة عندها تجنن. الشنطة المستردة دي أو الأصفر، ممكن مش عارفة نقول عليها أصفر أصفر أو مستردة مش عارفة. الشنطة دي برضو ممكن تكون اللي هي الباج لانش بوكس، برضو حلوة وبعشرين جنيه، بعشرين جنيه والله النهاردة يعني سبحان الله يا بلاش. بصوا بقى القمر دي، شفتوا الشنطة دي وجمالها، برضو شكلها تجنن. اي شنطة بعشرين جنيه يا جماعة. البوك الحلو العسل ده شكله شيك جدا، في من قدام كده زي فص شكل الالماس كده بعشرين جنيه، شايفين شنط بقى صغيرة كبيرة. الست دي يا جماعة موجودة عند اخر الكوبري من ناحية الكورنيش، بتقابلنا هي على طول، قالت لي ان مكانها دايما في الجزئية دي. نيجي بقى عند واحد من المحلات اللي هي ممكن قليل جدا حد يعرفها، ده الراجل ده اسمه مطاوع، موجود اخر الكوبري بالظبط، يعني اللي هيجي من عند الكورنيش هيقابله من بره، من بره الوكالة مش من جوه. يعني المحلات بتاعتهم دي مجموعة كتيرة من المحلات عندهم بقى لبس غير بقى اللي موجود في الوكالة كله، يعني بس سعرهم هنا موحد، كل فرشة او كل مكان عامل له سعر موحد من الاسعار. قدام شوية بمية، ده الحاجات البلوزات دي كلها على خمسين جنيه، اي حاجة على خمسين جنيه. البلوزة جميلة قيمة تحفة، لونها حلو قوي. يعني على فكرة فكرتني البلوزة اللي عدت دي زي الحاجات اللي هي كانت موجودة في السلام شوبينج، البلوزة البيضة اللي عدت دي، ودي برضو بصوا بخمسين جنيه. اي بلوزة بجد قيمة وشكلها تجنن، حلو قوي. الكمام بتاعتها من الموديل اللي هو الواسع، والبلوزة حلوة بجد تجنن. ده بقى موديل تاني كده من الموديلات، برضو بلوزة بيضة، بس اكيد ليها طريقة في اللبس لان هي من ورا كده بفيونكة، وليها شكل اكيد، فيها ليها طريقة لللبس. البلوزة دي برضو شكلها قمر، اللي بيحب بقى الحاجات اللي بنص كم والشكل ده اللي هي ورود بقى. برضو كنت عايزة اوريكم ان دي ماركة، ده ممكن نقول مش عارفة نقول درس او لا، يعني هو شكل بلوزة بس على شكل درس. دي برضو مش عارفة هي ايه، بس انا قلت اوريها لكم. برضو دي بلوزة برضو، بس الصدر بتاعها واسع جدا، اكيد تحتيها كده هيتلبس مثلا بادي، وعشان خاطر الصدر دي. دي بلوزة برضو سودة، بس هتنفع جدا لسكاسواريه، فشكلها حلو قوي. البلوزة دي بقى للي بيحب الحاجات اللي فيها ورود، وتشكيلتها برضو على قد كده، هي حلوة وجميلة وتحفة. ده زي دريس بخمسين جنيه برضو، شايفين شكله بجد حلو، ولونه وشكله قيم وجميل جدا. بصوا بقى القمر ده هو ينفع جدا لكسواري. دي بقى مجموعة بناطيل برضو، بس انا مش عارفة احنا كده ما وصلناش عند الحاجات ام 100 جنيه، ده سعر تاني وحاجات تانية. دي برضو زي جلاليب بس خامتها قطن، حلوة جدا في اللبس في البيت، دي تبقى حلوة وطرية وقماشتها ناعمة. دي برضو جلابية من الجلاليب الفسكوز، طرية جدا وقماشتها ناعمة وحلوة قوي. في بقى الاستندات دي كانت مليانة جلاليب، تشكيلة جامدة من الجلاليب بجد حلوة برضو. ودي جلابيت بيتي برضو شكلها جميل، كل الستاند ده يا جماعة دي جلاليب كلها بيتي. بصوا برضو كانت على خمسين جنيه، خمسين جنيه اي جلابية من الجلاليب دي. دي بقى فيها كذا لون كده، فمديها برضو شكل حلو، شايفين دي برضو شكلها معقولة. دي كلها حاجات، في منها اللي هي بكم وفي بنصكم. دي برضو طرية ناعمة جدا للبيت، بتبقى حلوة في البيت وواسعة وفضفاضة مريحة. الحمرة دي برضو زي جلاليب الاستقبال، برضو قيمة وشكلها كلها تحفة بجد، مجموعة جلاليب عندهم تجنن.
دي برضو جلابية برضو من الموديلات الحلوة. بص انا عايزة ارفع لكم السعر عشان خاطر تشوفوها، كانت على 50 جنيه. دي برضو بناطيل من البناطيل الواسعة، شكله قيم برضو جميل جدا. دي برضو بلوزة بس كان فيها فارو، شكل فارو كده، انا حسيتها ان هي زي قميص النوم يعني، مش بلوزة. بصوا انا بحب كده، عايز اظهر لكم بطريقه عشوائيه بحيث ان انتوا لو احنا يعني مسكنا كده الاستاند، في ناس بقى بتمسك الاستاند من اوله لاخره وتفضل تدور فيه، وفعلا بتلاقي حاجات لقط يعني، فعلا بيقابلها حاجات جميله، وفي حاجات بقى بتبقى بالتيكت كلها حاجات قيمه وحلوه جدا. شايفين البلوزه دي ستان، طبعا الستان طالع موضه جدا، وعليه زي كوليه الماس كده على الصدر. ده برضو ممكن ينفع كفستان اطفال مش بلوزة، فستان اطفالي بس كان ناقصه الحزام يعني، هو كان محتاج حزام. دي برضو بلوزة قط، ليه موديل شكله جميل جدا على الجناب كده، تفصيلات كده، خيوط صغيرة، بس شكلها حلو. شايفين كل الستاند ده اللي هو ب50 جنيه، كان فيه بلوزات قيمة وبلوزات حلوة جدا. البلوزة دي تحفة يعني، هي زي قسمين كده او جزئين. برضو البلوزات اللي وراها دي برضو شكل زي نظام جزئين من الرسومات. دي بلوزة برضو ستان بس شكلها جنان يعني، شكلها حلو جدا. الدوائر اللي فيها مع شكل البلوزة اصلا بجد هايلة. كل ده اي حاجة على 50 جنيه. دي برضو شكلها حلوة جدا، البلوزة ديت شكلها تحفة، ليها زي قنار كده من تحت. الستان كتير جدا، بصوا الستان دي برضو بلوزة ستان شكلها برضو حلو. دي برضو على فكرة تنفع سواريه، ليها زي على الصدر كده خط فضي، فشكله جميل جدا. دي برضو بنطلون من البناطيل الواسعة مع ده كده، وشكلهم بجد هايل وحلوين جدا. دي جلابيه زي الجلاليب الخليجي او بس حلو، بص شكلها تحفه بجد. دي جديده يا جماعه بالتيكت، حلوه جدا. الفستان القمر ده يهبل بجد تحفه، انا مش عارفه ممكن نقول عليه بلوزه برضو، بس بلوزه طويله بجد روعه. طويله وماركه وحلوه جدا، من تحت كده ليها رسومات جميله، برضو شكلها رقيق جدا. ودي برضو زي دريس، زي كرانيش كده من تحت، واسع من تحت. ودي برضو مجموعه بلوزات تاني ودريسات، ده زي دريس برضو بس قط، ممكن يتلبس تحتي بادي او اي حاجه. وديت زي جلاليب برضو للبيت، حلوه جدا في سكوز. كل الستاند ده كان على 100 جنيه، اي حاجة من الحاجات دي يا جماعة على 100 جنيه. شايفين دي حلوة برضو بصراحة تحفة، قط كده ولونها يعني كحلي ومعاها خطوط برضو، دي حلوة اللي هي البيج. شايفين انا بحاول اوريكم، دي بلوزة بس من البلوزات الطويلة اللي هما بقى بيحبوا الالوان دي. دي بقى ممكن نقول تونيك طويل هو وحلو، ده زي دريس كده من قدام قصير شوية، من ورا طويل. ودي برضو دريس طويل لون اورنج وقط برضو بس حلو. ده برضو زي دريس خفيف، ممكن نسميه بلوزة دريس برضو جميل ده بصراحة، ده تحفة قوي. ده دريس جميل جدا اللي هو من فوق اسود ومن تحت برضو مدينا شكل حلو قوي، ده كله على 100 جنيه، اي قطعة من الحاجات دي على 100 جنيه. شايفين برضو دي بلوزة، مش عارفة دي بلوزة السودة، وده دريس برضو يعني، سواء بقى دريسات بلوزات هتلاقوها موجودة. ده شكله ولونه رقيق طويل كده وحلو جدا يعني، كل الدريسات دي سعرها على 100 جنيه. برضو ده شكل تاني كده، ممكن يكون نوبي، يعني بتبقى موديلات بقى، لان هما بيجيبوا معظم الحاجات اللي موجودة عندهم دي بتبقى استيراد وجاية من برة كلها. ده برضو حلوة كحلي كده، والدوائر اللي فيها بيضة، فمديلها شكل حلو.
ده بقى مش عارفه قميص ده ولا ايه بصراحه، هو ممكن يتحسب مش عارفه جلابيه، ممكن جلابيه للبيت. ده تونيك بس شكله هايل يعني. بص التونيك ده مستردة من الالوان الحلوه برضو، وفضفاض حلو جدا، الكمام بتاعته واسعه وهو طويل. ده برضو دريس بس روعه، قمه الشياكه بجد، يجنن. بصوا بقى الجمال والقمر بجد تحفه. الفستان من تحت كده لون، ومن فوق قطعة تانية لون، بس هو كله قطعة واحدة. يعني تتخيلي كده من الاول ما تمسكيه ان هو تو بيسز، بس هو وان بيسز بس، وبمية جنيه. جد عنده تشكيلة حلوة جدا، دي برضو زي جلبية للبيت. ليها جيوب كده وشكلها حلو. بحاول هنا اوريكم الحاجات الموجودة. دي جلبية بيت برضو، جلبية بيتي. دي برضو فستان او دريس لونه حلو برضو، من فوق كده زي فيونكة. بص القمر ده بقى، ده دريس هايل، ابيض من فوق ومن تحت اسود، بجد شكله يهبل حلو جدا، وبمية جنيه. كل الحاجات اللي هي على الستاند ده بمية جنيه. بص القمر ده قط برضو، من تحت كده زي ستان او شيفون كده خفيف، وشكله جميل. الدريسات هنا كتير جدا، شايفين ده برضو شكله جميل، الكمام بتاعته واسعة وقصيرة تلتين كم كم، وده برضو ماركة وبنص كم او قط بلوزة شكلها اورنج وحلوة جدا. اللين المستردة ده بصراحة حلو، شايفين شكل البلوزة دي، يا بلوزة طويلة او ممكن نقول ميني دريس. اللي لونها نبيتي دي برضو زي جاكيت بس حلو جميل جدا. دي برضو بلوزة بس طويلة ولونها اصفر، عليها فيونكة كده، شكلها حلو جدا على الست، قيمة وشكلها جميل جدا. الزهري او الكحل طبعا من الالوان اللي كانت موضة في الصيف ده. ده مكانه حبايب الغاليين لاخر الكوبري على طول، مش جوه في الوكالة برة، واسمه مطاوع. عنده تشكيلة جامدة من اللبس، بس بيبقى سعره زي ما احنا شفنا كده من اول 50 لـ100 جنيه. دي بلوزة برضو من ورا كده، مدينا شكل فراشة خفيفة وبكم طويل. دي برضو نوع تاني من الموديل تاني من البلوزات، زي ستان كده. دي بلوزة طويلة برضو للي بيحب الحاجات الطويلة والمحجبات كمان والمنتقبات، هتلاقوا حاجاتكم هناك موجودة بكثرة جدا، للي بيحب بقى الحاجات الفضفاضة الواسعة موجودة. بصوا بقى ده القسم التاني اللي هو بقى حاجات بيضية، قد تنفع كسواري برضو، لاني بصوا فيها كده زي كوليه الماز. ده المكان يا جماعة كان اسمه قطاوي ومطاوع، كلهم بيبقوا في المكان ده جنب بعض. وكده خلصت الجولة بتاعتنا النهاردة، طبعا كان هنا الليل ليل، واحنا ماشيين هنا بالليل بقى في الوكالة. في الوكالة يا جماعة بالليل بيبقى زحمة جدا، زحمة صح. فهنا خلاص كده مشينا، معرفش هنا الكاميرا قلبت مني او انا قلبتها، بس بصوا حاولوا اعدلوا كده الكاميرا، خلوها بالطول، وهتلاقوا بقى التصوير هنا من اول ما جينا نوصلنا لحد اخر الكوبري عند محطة الاسعاف، عشان خلاص ماشيين. وكده خلصنا، مع السلامة وفي حفظ الله، واستنوني الفيديو الجاي ان شاء الله. المانجا ب 15 جنيه. باي باي.